يعتبر صرح الميثاق الوطني بكل ما يرمز إليه من وحدة حول الثوابت الوطنية التي تجمع شعب البحرين وبكل ما تحتوي قاعاته، شاهداً على ملحمة تاريخية جسدها الشعب البحريني في 14 فبراير، تأكيداً على مشاعر الحب والوفاء والولاء التي تجمع الشعب بقيادته. صرح شامخ حملت كل لبنة فيه حلم شعب أبى إلا أن تكون له بصمة في صنع المستقبل، ويجسد بها مرحلة مهمة من تاريخ البحرين. ففكرة إنشائه نبعت من رغبة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ليسجل من خلاله احتفالا خالدا بميثاق العمل الوطني. فصرح الميثاق الوطني من أكبر الصروح الثقافية في المنطقة، لما يتفرد به من رسائل حب تحمل بين طياتها إنسانية المواطن البحريني وإيمانه المطلق بأهمية التغيير. فالمحتوى الثقافي والتوعوي وقيمته العربية والإسلامية الواضحة تؤكد لزواره حرص جلالته على تثبيت ذلك اليوم التاريخي في الضمير الجمعي، ليس محليا وحسب بل عالميا أيضا. أسماء خلدها التاريخ حفرت على جدرانه لتبقى خالدة أبد الدهر، متمثلة في ملحمة تاريخية كتبها شعب البحرين في 14 فبراير، وبات هذا المبنى شاهداً عليها، فهو وثيقة التأييد والولاء والتركيز على قيم الوحدة الوطنية واحترام الآخر. فجدرانه الشعاعية ازدانت ب 220,000 اسم من أسماء المواطنين الذين صوتوا على ميثاق العمل الوطني. أما سقف المبنى فقد استعملت فيه الرقائق النحاسية حيث تكتسب اللون الأخضر المزرق بعد تأكسدها، تشكل مظهرا متكاملا ومتوازنا مع الطبيعة المحيطة. جدران شامخة ممتدة إلى السماء تضم عددا من قاعات العرض الرئيسية والتي تبرز مظاهر التراث الحضاري التي تزخر بها مملكة البحرين، إلى جانب قاعات المحاضرات ومركز التعليم العائلي. صرح الميثاق الوطني وتجسيد لكل معاني الحب والوفاء والولاء بكل ما يرمز إليه من وحدة الثوابت الوطنية التي تجمع شعب البحرين وبكل ما تحتويه قاعاته من دلائل على ما قدمه المواطن. معلم حضاري رمزي يجسد وحدة شعب البحرين وارتباطه العميق بقيادة هذا الوطن الغالي. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.